موجز الأخبار من التناصح، حياكم الله. قتل أحد عناصر ميليشيات ما يسمى عملية الكرامة المادو محمد فازع بطلقة قناص في محور الصبري. مصادر مجلس الشورى بنغازي أوضحت أن المدعو من أحد ميليشيات يعرف بكاتبة 152 مشاة التابعة لمجرم الحرب حفتر، حاول التقدم صوب تمركزات مجلس الشورى بنغازي. استنكرت منظمة التضامن لحقوق الإنسان الاعتداء على فريق بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا واختطاف موظفين تابعين للبعثة لبضع ساعات قبل الإفراج عنهم. وأعربت المنظمة في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية عن قلقها البالغ إزاء هذا الحادث، ما اعتبرته سابقة خطيرة أملة ألا يتسبب في تراجع عمل البعثة في ليبيا حسب ما ذكر البيان. ودعت المنظمة الحكومة المقترحة السلطات المحلية في مدينة الزاوية إلى السعي لفتح تحقيق وتحديد هوية المعتدين. سلمت إيطاليا رسالة فوضية الأوروبية عن الهجرة، مفادها أن الوضع الذي نواجهه خطير ولا يمكن لأوروبا أن تغض الطرف عنه. ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية إيكي عن مصادر في الحكومة الإيطالية قولها بأن هناك تقييما جاريا لإمكانية إغلاق الموانئ الإيطالية أمام رسوم السفن التي لا ترفع راية بلادها وتحمل المهاجرين الذين يتم إنقاذهم قبالة السواحل الليبية. وخلصت المصادر الحكومية إلى القول إنه لا يمكن الفصل بين الإنقاذ والاستقبال، وبالتالي فإن مساهمة الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن تقتصر على عمليات إنقاذ المهاجرين التي تجري في البحر فقط. أبلغت الشركة العامة للكهرباء المواطنين بأن هناك مناطق ترفض الدخول في طرح الأحمال. الشركة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الخميس قالت إن هذا الأمر سيؤدي إلى إرباك الشركة في عملية طرح الأحمال. هذا وذكرت الشركة المحطات الرافضة للدخول في عملية طرح الأحمال، وهي محطتي الحرشة والزاوية بالمنطقتي الغربية ومحطتي الشكشوك والرويس بالجبل الغربي، وثلاث محطات بمدينة الخمس وهم محطة الخمس مفاتيح وغرب الخمس ومحطة الخمس للتوليد. ختام هذا الموجز في رعاية الله.